السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في درس جديد من كورس ماسترينج فايربيس. في هذا الدرس إن شاء الله حنتعرف على الباتش رايت. الباتش رايت ببساطة يا شباب هي طريقة من خلالها أنا ممكن نفذ مجموعة من عمليات الكتابة بوقت واحد من خلال مثل ما شايفين سينجل باتش. وطبعا عمليات الكتابة هي بتكون خليط من السيت والابديت والديليت، يعني أنا ممكن ضيف السيت وابديت وديليت بنفس الوقت من خلال سنجل باتش واحدة. أي متن نحن بنستعملها؟ على سبيل المثال يا شباب لو عندي أنا مثلا هدف أني أضيف أكثر من يوزر مثلا بنفس الوقت، على سبيل المثال هون أد، أنا ممكن طبعا من خلال هذا البلس أضيف حقول جديدة وآخر شيء أعمل أد يوزر. لما بعمل أد يوزر حيضيف لي الثلاثة مع بعض، فبهالحالة أكيد أنا يفضل استعمل الباتش لأنه هذا الشيء بيوفر علي وبيعطيني أداء أفضل بكتير من إني استعمل الآد بالطريقة اللي نحن تعلمناها سابقا وأعمل فور لوب عليها. فهذا الشيء أكيد مش صحيح، إنما نحن نستعمل باتش، هذا الشيء حيعطيك أداء أفضل. يعني طالما أنت عايز تنفذ مجموعة من عمليات الكتابة بنفس الوقت فأنت أكيد حتلجأ للباتش لأنه حتعطيك أداء أفضل من إنك تنفذ عملية عملية. تمام، هي هي الفكرة يا شباب ببساطة من الباتش. طيب كيف نحن حنطبقها، كيف نحن حننفذها؟ هي جدا بسيطة. لو على سبيل المثال رحنا لهون على سبيل المثال وعايز أنا أضيف ثلاثة يوزر بضغطة زر واحدة، على سبيل المثال من خلال الضغط على هذا البطن حيضيف لي ثلاثة يوزر. كيف نحن ممكن نعمل هذا الشيء؟ أول شيء طبعا نحن حنحدد الكوليكشن. تمام، حنحدد الكوليكشن، نحن فعلا عندنا كوليكشن اسمه يوزرز فموجود عندنا، يعني ما رح ننشئه. تمام، يعني لو رحنا للفاير ستور عندي هون، رحنا للفاير ستور داتابيس بهذا الشكل، انا على سبيل المثال عايز اضيف مجموعه من الدوكيمنت داخل جدول اليوزرز. انا عندي حاليا 2 دوكيمنت وعايز اضيف 3 اضافيين لثلاث اشخاص على سبيل المثال. تمام، فانا هون افضل شيء اني استعمل الباتش. طالما حاعمل اكثر من عمليه كتابه بنفس الوقت فافضل شيء انا طبعا اني استعمل الباتش. الباتش يا شباب بتبدا اول شيء بانكم تعملوا رايت باتش بهذا الشكل، يعني انت حتاخذوها بهذا الشكل وحتضيفوها. طبعا بجوز الشخص يسالني ليش انا كل مره بفتح الدوكيومنتيشن وبوريكم كيف عم بنسخ وكيف عم بتعرف على الكود. يا شباب في نقطه كثير مهمه بالفاير بيس، انت مش مطالب انك تحفظ ابدا. ليش انت مش مطالب انك تحفظ؟ لانه يا شباب هي بتتغير كل فتره، يعني انا مثلا لما عملت كورس فاير بيس سابقا تغيرت في امور كثير، يعني انت مثلا هون بدل فاير بيس فاير ستور ممكن تصير فاير بيس اف مثلا دوت انستنس، فالميثودات بتتغير اسماء، فانت ما يصير تحفظ، انت لازم تفتح الدوكيومنتيشن وطبعا تشوف الاكواد وتفهمها. تمام، لانه اذا فهمت الكود خلص انت اذا في تغييرات داخل على الدوكيومنتيشن مع الوقت بتحفظ. طالما انت حفظت مع الوقت مع الممارسه، لما بتحفظ مع الممارسه مو مثل لما بتحفظ انت من اول مره، انت اول مره مش مطالب تحفظ، انت بس مطالب تفهم. الحفظ بيجي مع الممارسة، مش انك تجيب ورقة وقلم وتكتب والله انه هي بتنكتب دوت انستنس. تتغير مع الوقت، حتتغير والاصدارات الجديدة حتتغير. انت المهم تعرف تقرأ دوكيومنتيشن وتستخلص منه الافكار، هي اهم شيء بالكورس اللي انا عم بقدم لك اياه. تمام، اذا انت ما بتعرف تقرأ دوكيومنتيشن انت مش مبرمج، ولو خلصت 100 كورس ولو شفت 100 شخص انت مش مبرمج ولا حتكون مبرمج. تمام، اذا لازم يا شباب تعتمدوا على نفسكم بقراءة الدوكيومنتيشن، هي نقطة كتير مهمة. فإذا نحن حناخد الباتش بهذا الشكل، وهلأ طبعا من خلال هذا الانستانس أو الموديل أو شو بتحبوا تسموه حقدر أنا أعمل مجموعة من عمليات الكتابة، وبعد ما خلص بس أنا حعمل باتش كومنت بس فقط، يعني نفذ لي كل الباتشات السابقة. تمام، وفيها ميزة، يا بيتنفذوا الكل صح يا أما ما بيتنفذ ولا واحد، يعني هي كمان نقطة كتير مهمة بالباتش. هلأ مثلا أنا ممكن هون أعمل باتش وأعمل دوت. اول ما اعمل دوت حتظهر عندي العمليات اللي ممكن نفذها من خلال الباتش. بنلاحظ انه عندي السيت وعندي الديليت وعندي الابديت وعندي الكومنت. تمام، فانا يا شباب على سبيل المثال عايز اضيف من خلال السيت، يعني انا عايز اعمل اد، فانا حاعمل اد من خلال السيت مثل ما اتفقنا سابقا. تمام، فهون انا بحاجه اني احدد الدوكيمنت، بحاجه اني احدد الدوكيمنت. لما انا عايز اضيف اعمل سيت فانا اكيد بحاجه اعدل الدوكيمنت. تمام، او في طريقة تانية يا شباب، انا عايز مثلا احذف الاثنين يوزر هدول فانا بعمل ديليت. تمام، وبحدد الدوكيمنت اللي عايز احذفه ببساطة شديدة. فاذا نحن خلونا اول شيء نعمل سيت لانه نحن مثلا حنضيف اكثر من دوكيمنت. تمام، فانا مثلا هون خليني انشئ اثنين دوكيمنت، كنترول سي كنترول في بهذا الشكل، دوكيمنت 1 على سبيل المثال، وهون طبعا خلينا نقول دوكيمنت عفوا، وهون طبعا ننشئ دوكيمنت 2 بهذا الشكل. طبعا هون انا حاستبدل الكوليكشن ريفرنس بالدوكيومنت ريفرنس بهذا الشكل.
حضيف هون مثلا دوت دوكيومنت على سبيل المثال واحد، اوكي بهذا الشكل، وهون دوت دوكيومنت اثنين. طبعا هلا انا مش هيك حضيف، يعني هو بالوضع الطبيعي بيكون عندنا بهذا الشكل يعني عمليه الاضافه، بس انا مش حضيع وقت ببناء يو اي عشان اوضح لكم كيف تضيفه، تمام؟ لا، لازم انت خلص مبرمجين انت تاخذوا الافكار وتطبقوها بالمشاريع الحقيقيه، وطبعا هذا الشيء حنتعلمه ان شاء الله بدروس المشاريع بشكل اوضح، ولكن انا حاليا بس عم اشرح لكم فكره الباتش. انا عايز على سبيل المثال اضيف حدد يعني اضيف اثنين دوكيمنت جداد، دوكيمنت واحد دوكيمنت 2، فانا هون ممكن اقول دوكيمنت 1 حتكون الداتا الخاصه فيه بهذا الشكل، تمام؟ اللي هي على سبيل المثال يوزر نيم بتساوي على سبيل المثال محمد، اوكي، والماني على سبيل المثال الحقل الخاص بالماني مثلا حيكون في مثلا 120، وعندي ايضا الهاتف مثلا ممكن بهذا الشكل، اوكي، يعني هدول اهم الحقول بتوقع لو رحنا على الداتابيس الموجوده عندنا. انا عم ضيف الايج والماني والفون واليوزر نيم، بقي لنا نضيف الايج عشان نكون عم نلتزم بنفس الصيغه. ممكن مثلا نضيفها 45، اوكي عفوا، بهذا الشكل، هون نضيف 45 بهذا الشكل. طبعا الماني يفضل تكون نمبر عشان ما يصير اي مشكله، كون نحن عم نتعامل مع كنمبر، تمام؟ وبعد ما ننتهي من إضافة الشخص الأول حنضيف الشخص الثاني اللي حيكون على سبيل المثال اسمه شادي، أوكي، بهذا الشكل حيكون الفلوس معاه لنفرض 450 مثلا، ورقم هاتفه بهذا الشكل، ممكن نغير شوي برقم الهاتف، أوكي، وطبعا عمره على سبيل المثال ممكن نقول 33 بهذا الشكل. طبعا أنا هلأ يا شباب لو عملت هوت ريستارت ورحت على الابلكيشن اللي عندي وعملت اد ما راح يصير شيء. طيب شخص بيسالني طيب ليش ما حصل شيء؟ لانه انا لسه ما نفذت الباتش، انا يمكن اوكي جهزت الباتش الاول والثاني، ولكن هو ميزه الباتش انه بيقوم بتنفيذ العمليات بوقت واحد، بس انا لازم اعطيه امر التنفيذ. امر التنفيذ هو بيتم من خلال الباتش دوت كومنت، تمام؟ بهذا الشكل. يعني لاحظوا الى الان ما عندي غير اثنين دوكيمنت، هلا اول ما اعمل اد حينضافوا الاثنين دوكيمنت هذول. تمام؟ بعمل اد يفترض ينضافوا الاثنين دوكيمنت الجداد اللي انا هلا حددتهم. طبعا بنلاحظ انه نضاف واحد، ليش نضاف واحد؟ لانه هذا خطا مني. لاحظوا انا الاول، طبعا انا الاثنين اضفت لهم الدوكيمنت ريفرنس الاول، وهي خطا مني، تمام؟ فهذا لازم دوكيمنت ريفرنس 2 هذا 1 عشان ما يصير مشاكل، تمام؟ بس طبعا نحن حنحذف هذا الانضاف، لانه نحن بنعرف السيت لو مش موجوده حينشأ ب طبعا الدوكيمنت برقم الدوكيمنت هذا، تمام؟ فانا ضفت الاثنين دوكيمنت واحد فلذلك حصل خطا. هلا برجع بعمل اد، لاحظوا يا شباب بس نتاكد انه عندي اثنين دوكيمنت. هلا اول ما اعمل اد حينضافوا الاثنين اللي اشتغلت عليهم هلا، الاول اللي عم بيكون خاص ب محمد والثاني عم بيكون خاص بشادي، كل واحد مع بياناته. لاحظوا بضغطه زر واحده بدي اضيف الاثنين طبعا دوكيمنت. طبعا لحتى تتحدث الداتا لازم اعمل هوت ريستارت، او اخرج من الصفحه وادخلها، او اخرج من الابلكيشن وادخل عليه، او اعمل مثلا بعد عمليه الباتش كومنت نافيجيتور دوت بوش وتوجه لنفس الصفحه حتى ينعمل ريفرش للداتا. طيب هون نحن بنروح لسؤال ثاني، لو انا عندي تطبيق تشات وبنعرف انه التشات واحد ممكن يرسل لي رسائل، وبنفس الوقت الرسائل اللي بتصل لعندي مباشره بتظهر من دون ما اعمل هوت ريستارت او اخرج من الصفحه، تمام؟ طيب كيف بنعمل هذا الشيء؟ هذا الشيء بنعمله من خلال ما يسمى بالريال تايم، العمليات الخاصة بالريال تايم، هي طبعا بنستعمل فيها الستريم بيردر او السناب شات، وهي طبعا حنتعلمها بالدرس القادم ان شاء الله، حنتعرف عليها وحنشوف كيف حنتعامل معها. هلا لو عملنا هوت ريستارت بس عشان نشوف الدوكيومنت اللي تم اضافتهم، تمام؟ فراح يظهروا عندي مباشرة، طبعا ما ظهروا، افترض يظهروا، بنلاحظ هون واحد، تمام؟ وهون اثنين، طبعا هي ثلاثة وهي أربعة. طيب ليش ما ظهر؟ يعني في شو هو السبب لحتى ما يظهر؟ طبعا يا شباب السبب ببساطة هي الـ and before، لو شلناها حيظهروا عندي كل الدوكيومنت، تمام؟ لأن أنا عامل فلتر بسيط فهو كان السبب، هلا حيظهروا كل الدوكيومنت اللي أنا ضفتهم. طبعا يا شباب في نقطة كثير مهمة، الباتش ما بتتعامل فقط مع عمليات الإضافة والتعديل، لا، إنما هي أيضا ممكن تتعامل مع عملية الديليت، يعني أنا بحدد الديليت وبحدد الدوكيومنت اللي حأحذفه، تمام؟ بهذا الشكل، فأنا مثلا حأقول له عايز احذف الدوكيومنت الأول اللي انا ضايفه هاد، وعايز والله يضيف الدوكيمنت هاد مثلا، طبعا حنغير الرقم عشان ما يعمل ابديت عليه، تمام؟ خليه مثلا 2، ما في مشكله، خلي الاسم المتغير 2 بس هون عملوها 3،
عشان ما يعمل ابديت على 2، تمام؟ فبهالحالة أنا حضيف دوكيمنت، حأحذف دوكيمنت، حأحذف الدوكيمنت رقم واحد يعني الخاص بالاي دي رقم واحد، حضيف الدوكيمنت اللي حيكون رقمه 3، تمام؟ فهلأ يا شباب لو ضغطت على هذا البطن حيحذف لي واحد وطبعا ويضيف لي واحد، نعمل اد وبعدها بنعمل هوت ريستارت، بنلاحظ فعلا انه حذف لي واحد وضيف لي واحد، بنلاحظ فعلا حذف لي طبعا الدوكيمنت رقم واحد وضيف لي الدوكيمنت رقم 3. طبعا انا الدوكيمنت رقم 3 اللي ضفته كمان اسم الشخص شادي. طيب انا عايز اعدل، اوكي ما في مشكله، بعمل A 3 A مثلا، ما في مشكله وهلا بيتعدل مباشره، اوكي نعمل اد وبعمل هوت ريستارت، لانه الست نحن بنعرف ان هي بتشتغل ابديت و اد صح، فبنلاحظ انه عدلنا على الاسم. فاذا انا ممكن اعمل عمليه ديليت وست بنفس الوقت، وممكن اعمل ابديت كمان اذا حابب استعمل بدل الست ابديت كمان ممكن استعملها، ما في اي مشكله. اذا انا ممكن استعمل كومبينيشن من الست والابديت والديليت بنفس الوقت من خلال سنجل باتش واحده فقط، تمام. هي هي الفكره من الدرس، بتمنى يا رب الدرس يكون نال اعجابكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو واشتراك بالقناه وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.